بمناسبة تحرير مدينة تكريت العزيزة، أقامت مدرسة الخالق الابتدائية للبنين المعرض السنوي العلمي لمادة العلوم، وكان المعرض يضم عدة مواد وفعالية ووسائل توضيحية لمادة العلوم. طبعا هذه المدرسة تابعة لقسم تربية تكريت، والمعرض أيضا تابع لقسم الشؤون الفنية، وهذا المعرض ينمي قدرات التلاميذ الأعزاء. كذلك أقيمت عدة فعاليات أقامتها المدرسة لتلاميذنا الأعزاء، منها عرض مشاهد من المسرحيات وقراءة عدد من القصائد التي مجدت حب الوطن الغالي. معرضنا اليوم طبعا كان يعني معرض علمي لمادة العلوم من مرحلة الصف الأول ابتدائي إلى مرحلة السادس ابتدائي، تضمن وسائل إيضاح، الوسائل التعليمية بالمتيسر اللي كانت هي من إعداد المواد البسيطة اللي يتمكن من عدها المعلم إعدادها من أجل تقديم درس أفضل، يعني طبعا توصل معلومة أفضل للتلميذ بوجود الوسائل، عموما وسائل الإيضاح. استخدمنا المواد البسيطة بإعداد الوسائل مالتنا، والحمد لله إن شاء الله يعني نكون توفقنا بإعداد المعرض. تشرفت مدرسة الخالق لهذا اليوم بافتتاح معرض الوسائل التعليمية الخاص بمدرستنا لهذا اليوم، وبفضل من الله سبحانه وتعالى تم إنجاز هذا العمل بمجهود من قبل تلاميذ مدرستنا ومعلمة مادة العلوم